مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا دائما مع موقع هبة بريس. كنستقبلكم اليوم، كنحطوا الرحال بمدينة لياج البلجيكية باش نصيفطوا لكم دي زيماج ونماذج من الجالية المغربية القاطنة بهذه المدينة هذه. النموذج ديالنا غادي يكون مع السي عزيز عدي اللي غادي يهضر لنا على الحياة ديالو هنا في المهجر. بقاو معنا، غادي نتعرفوا عليه بعد قليل. مرحبا بك معنا، كل شيء بخير. مرحبا بك على موقع هبة بريس. عدي عبد العزيز، مواليد 1968، جيت لبلجيكا في سنه 1995. درت اون فامي، جي في انكور اون فورماسيون ici. Maintenant, je suis responsable dans une société américaine. فاعل جمعوي ونقابي في نفس الوقت. سي بيان، هاد فاعل جمعوي وهاد نقابي خصنا نعرفوا عليها بزاف والكثير والكثير والكثير. هاد النهار غادي نرافقوك وغادي تعاود لينا شويه على كل شيء اللي بغيتيه نتايا بشكل تلقائي. دائما مع موقع هبة بريس حنا كنحاولوا اننا ننقلوا نماذج حيه للمواطن المغربي المهاجر المغربي القاطن بلياج. نحاولوا نعطيو الصوره الكامله. دونك سي عزيز عدي، انت من مواليد اين مدينه في المغرب؟ فوالا، من مواليد زدت في مدينه سلا، تابع الدراسه ديالي في المغرب، ومن بعد مكاتب وصلنا لبلجيكا. كوم جي تي دي، جي في اون فورماسيون اي ميتنون شوي الحمد لله. جي دو زونفون اي نسيم وعبد الحكيم. عبد الحكيم 18 سنة ونسيم عنده 13 سنة. بارك الله. نسيم تيلعب الكرة وعبد الحكيم حتى هو كيلعب الكرة. فاعل جمعوي، هضرتي لنا على لي زاكتيفيتي ديالك في العمل الجمعوي وهذا وهذا، وهذا النهار بوتيت تصادفنا مع واحد الموعد مهم في بروكسل. وي يعني في شهر 4 كنت يعني في واحد الفيستيفال ديال دو فيلم في كازابلانكا. J'ai eu le plaisir de rencontrer la grande réalisatrice Rachida Chbani. Elle m'a parlé de son festival et je lui ai promis que je serai là présent aujourd'hui. Inch'Allah. Il y a un festival où on va rencontrer des vedettes marocaines. Inch'Allah, il y a des acteurs. Et voilà. داكوغ. إلا سولناك ومازال الحديث طويل وغنتلاقاو في لافواتور وغنتلاقاو في بروكسل وغنتلاقاو، إلا سولناك سي عزيز على لي ديفيكولتي، إلا قلنا لي ديفيكولتي والموانع اللي كيصادفوها الجالية المغربية هنايا، شي إكزومبل. بالنسبة للصعوبات اللي كاينة، هو أن كاين شوية ديال العنصرية كوميم، مي الإنسان إلا بغا يوصل تيوصل، العمل تيوصل. Il faut faire des formations, il faut être motivé, il y a moyen d'arriver. Il y a toujours moyen d'arriver. D'accord. Il ne faut pas commencer à dire n'importe quoi. D'accord. Voilà. Donc, غادي نتلاقى ان شاء الله في لا فواتير ديالنا، غادي نديروا لو تراجي انصامبل لبروكسل، وغنهضروا مع الساده المشاهدين الكرام على بزاف ديال المسائل اللي سي عزيز عدي ان شاء الله بكل سرور. ياك؟ شكرا، بقوا معنا. الوقت الفراغ كيف كيدوز، كما قلت لك من بعد العمل انا عندي واحد الام تيلعب الكره، دونك ملي كنسالي الخدمه كنمشي ندي يلعب الكره كيترينينغ، عنده التدريب خمس ايام في الاسبوع، وفي السبت والحد تيكون عنده ماتش. بالنسبه عندي عاوتاني اصدقاء، الا كان الدري يلعب السبت الحد تيكون خاوي، كنتلاقاو مع اصدقاء، كنمشيو نشربوا قهوه، كنهضروا على البلاد على المغرب، كنحاولوا يعني نشوفوا ولا كان شي انشطه جمعويه، كنتلاقاو مع ناس اللي عندهم جمعيات، ولا كان عندهم شي انشطه كنحاولوا نتعاونوا معاهم.
ارتباط المغرب مع المغرب تيبقى ديما فو سافوار بان الدراري اللي زادوا تما كما تيقولوا هنا الجلبه دونك هنا الجلبه في المغرب دونك المغرب ما عمره كيتنسى حنا دزنا تما وعندنا والدينا وعندنا العائله ديالنا وعندنا الذكريات تما قرينا تما الطفوله ديالنا دوزناها تما عندنا اصدقاء وكنحاولوا يعني ديما نبقاو يعني كنحاولوا نمشيو وقت ما تحتنا الظروف في المناسبات في الاعياد عيد هنا ماشي بحال المغرب وهذيك طبيعيه لانها مثلا في في في, في رمضان في المغرب ملي كدوز كتشم ريحه الحريره كتبزاد المسائل هنا لا ما كاينش داك الشيء والاذان وبزاد المسائل بالنسبه للمغرب كنحاولوا كنعيدوا كنديروا رمضان ولكن ماشي بحال المغرب انسان احسن اللي يمكن اللي زعما الظروف ديالو كتسمح ليه وكيكون عنده وقت يمشي يعيد في المغرب مزيان ويعيد مع العائله ومع مع الاحباب وسلسله الرحيم فيها الاجر بزاف احسن من هنايا ولكن كنت انا بال شوا راه كاين الجامع كاين دابا ماشي بحال بكري ماشي بحال لابوميير جينيراسيون مساكنين منين جاو تكرفسوا شي شويه حنا دابا تبارك الله كاين الجوامع كاين المراكز الثقافيه كاين يعني كاين جمعيات يعني كلشي موجود هاد الساعات كلشي موفر والفكره ديال ندي واحد الفريق ديال واحد الشبان من هنا للمغرب جات يعني كنت انا واحد الصديق احمد وجاتنا هذه الفكره واتصلنا بالقنصليه ديال المغرب في دياج ومن حسن الحظ ديالنا تلاقينا مع واحد القنصل سي نور الدين العلوي اللي ساعدنا بزاف وما كانتش سهله باش تدي الدراري من هنا للمغرب لحقاش خصك يفوت بيا اورغانيزي المدرسه ولي بارون ومن حسن الحظ ديالنا ان كما قلت لك سي القنصل وقف معنا بزاف وساعدنا ومشينا لمدينه فاس ملي وصلنا سيدي كان واحد الاستقبال مزيان والدراري كانوا فرحانين والهدف ديالنا هو ان دوك الشبان نديهم لحقاش ديك لا جينيراسيون تزادت هنا ما كيعرف والو على المغرب والهدف ديالنا انهم يمشيو ويشوفوا البلاد ويلعبوا كره مع الدراري ديال المغرب ويعني ويصلوا هذيك الرحيم مع المغرب ومع الدراري ديال المغرب ويعني جلسنا مده ديال اسبوع تما يعني كلشي داز مزيان وربي ما حشمناش مشينا الدراري لعبوا الكره ضحكنا ورجعنا لبلجيكا وداكشي داز مزيان والدراري يعني نرس انا كنعقل مش دينا الطياره كانوا كلهم فرحانين تيقول لك امتى نعاودوها وهذا هو الهدف ملي كتشوف دي معك الدراري بحال هكاك وكتشوفهم يعني فرحانين وداكشي داز مزيان هذاك هو الهدف ديالنا ذكر عليها اخ عبد العزيز قبيله كنا كنشوفوا راسنا باللي جالسين هنايا وكنديروا شي خدامي زوينين ولكن ما عندناش شي اونايز بال اللي نقدروا تحل لنا البيبان نقدروا نديروا فيها شي افعال زوينه دونك اول حاجه اللي درناها وهي القضيه اللي قال لكم السي عبد العزيز وخدينا كونا فرقه تاع الكره بالنسبه لليليت اللي كاينه هنايا الدراري اللي كيلعبوا في بلجيكا وسيرتو في الاولوني خدينا الدراري واخا كان رفض من عند شي فراقي اللي بحال ستوندار بحال الكانك اللي ما بغوش يخليو شي دراري يمشيو معانا للمغرب كانوا اللي انتردي دو بارتير فهاديك الوقيته هذيك واخا كونا فرقه زوينه ما بيهاش ومشينا درنا واحد التورني في المغرب وكانت معاونه مزيانه بالنسبه للقنصليه تاع لياج سورتو سي نور الدين العلوي اللي معمرو تنسى لحقاش واخا راه مشى من هنا من لياج غادي يبقى داخل في الجروب ديالنا ونعقلوا عليه بالافعال ديالو اللي دارهم هذه من هاد الناحيه ومن بعد دخلنا في جمعيات اخرين بحال مين دوغيا بحال لو مايو هيومانيتير اللي كيمشي المايو هيومانيتير جمعيه تاع طب تاع لي ميدسان كاين لي زوكوليست لي جينيكولوج لي دونتيست كيمشي وكيديروا كل عام كيديروا واحد الجوله في لو سود دو ماروك سورتو بالنسبه لزيكورا حتى هما كيعطيوهم كود ما
وكنسيو باش نعطيو كدما تقريبا لكلهم الجمعيات اللي كاينين هنايا اللي كيطلبونا ولا اللي كنشوفوهم اللي محتاجين بينا. هذه من واحد الناحيه. ومن ناحيه اخرى بون كنسيو باش نكونوا في on essaie d'aider ceux qui sont autour de nous vu notre situation اللي كاينه هنايا في مدينه لياج اللي عندنا لي مويان باش نقدروا لي مويان انتليكتوال باش نقدروا نوصلوا لواحد الحاجه كنسيو باش نديروها. ولا رشيدة عشباني مخرجة معروفة في الصعيد بلجيكا صعيد المغرب وهي المديرة ديال المهرجان ديال الأفلام سيد. وحنا يعني مسرورين بوجود ديالنا مع وجود ديالنا معها مزيانة وفخوش مو صافي بليزير باش باقي الكورة انت؟ باقي باقي كتموت على الكورة؟ كنموت على الكورة. انا ما كتعجبنيش الكورة. علاش ما كتعجبكش الكورة؟ وانا ري عندي واحد السوفينير ديالها خايب. علاش؟ الوالد كان كيلعب الكورة وكان كيحرمنا نتفرجوا التلفازة في الافلام ديالنا على الكورة. لا وكل واحد عنده الدور ديالو. وانت باقا في السينما؟ انا باقا في السينما. تبقي في السينما ديما؟ ديما. كتقول لك المرة كدير الفيستيفال؟ لا. وملي كتسالي الفيستيفال كيطلع لك شي الدم لحقاش؟ كتعياي؟ الدم وبري كنعاود. عرفتي العام الجاي كتعاودي. Quand on est mordu, on est mordu. Où est-ce que tu as dit que tu es là? À part le cinéma. Oui, moi, je suis un comité aussi. Je suis là, 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 je suis والاعمال الجمعويه باسكو حنا كنعملوا في هاد المسائل وبغيناك تخدمي معنا شويه. وانا خدامه في كنخدم كنخدم في السوسيال باش كنخلص فاكتورات كتحب الفيستيفال كنخلص لي الفاكتورات. جو سي بيان وحنا مع لياج ما تعاونيناش حنا. باش نعاونكم قول لي نقدر نديرها نديرها. ايوا ان شاء الله كاينه شي انشطه تجد قدام وغن. اذا كانت شي حاجه نقدت مي كومبيتونس وكان جات في الوقت اللي انا ما جالساش الويكاند باسكو انا كنخدم لا سمان جو ترافاي 8 اور. اذا كانت الويكاند وشي حاجه منسقه الافونس نقول لك دابا بحال دابا لو كوتشين لا كومونيكاسيون داكشي الدومين ديالي ولا لاكتين ولا الكاستين كاع هادشي كنديرو هنايا كان شي اتولي كتاب ديال ليكريتور كاع هادشي مي كومبيتونس نقدر وجدتي شي حاجه اوتور دو سا وتكون بلانيفي على افونس مرحبا والله تمشي واخا لا دونك شحال تخلصني وبدينا في الخلاص عاوتاني اعمال جمعويه قلنا هذا المغاربه كيهضروا على الفلوس كيهضروا على الفلوس انا كنقول لها الدرب متطوع شحال كيربح متطوع لا لا الله يهديك لا رشيده كنت ضحكي شوف انا هذه 25 عام وانا كندير فولونتاريا 25 عام بحدي الدريه انا لو ماشي عاد وعاد جي عندنا دابا حنا وات كنقول لك سكي مانتيريس انا لو ريزولتا شي هذاك الجروب الا جيتي ليا كو سوسا دي فام ولا دي جون كنخدم مع دي فام مع لي جون وكنعرف بان كاين واحد التطور تستافدوا شي حاجه هذاك هو الخلاص ديالي. لا رشيده نهار كبير هذا شكرا على الدعوه. شكرا عفوا. كنتمنى بان الامور كدوز مزيانه. ايوا مزيان راه باين زعما بوغ لو بروميي جور الحمد لله زعما كاين شويه الببليك وكاين شويه الاقبال كما كتشوفوا حنا ديما كنقلبوا على الناس على وجوه اللي معروفه في, 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 في اوروبا باش يمكن لها تعاوننا في الاعمال الجمعويه ديالنا اللي كنقوموا بها. ما يخص الميادين الرياضيه والمدينة ولا الميادين الثقافيه والفنيه وتبارك الله عندنا وجوه كبيره هنا في اوروبا اللي وصلت واللي نجحت وكنتمنى نبقاو نتصلوا بهم ونتعاونوا بيناتنا فيما هو خير لنا وخير للبلاد.